السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، أبنائي طلاب وطلبات الصف الأول الثانوي، أهلا ومرحبا بكم. ندرس اليوم بمشيئة الله تعالى درس جديد في النحو العربي، كان الناقصة وكان التامة. اليوم نكتفي بعرض كان الناقصة، ولكن عرضا تفصيليا. أول ما نبدأ به نتعرف على كان وأخواتها. كان، أصبح، أضحى، ظل، أمسى، بات، صار، ليس، ما برح، من فك، ما فتئ، ما زال، ما دام. هذه أفعال ناقصة ناسخة تدخل على الجملة الإسمية. هذه الأفعال ناسخة يعني مغيرة، تغير من؟ إنها تغير الخبر فتجعله من مرفوع إلى منصوب. وهذه الأفعال ناقصة لأنها تدل على زمن دون حدث. فلو قلت مثلا كان، فالزمن ماضي ولكن الحدث أين الحدث؟ لا يوجد حدث فيه. غير الأفعال العادية التامة مثل مثلا الفعل شرب، فشرب الزمن ماض والحدث الشرب، ولهذا هذه الأفعال تسمى ناقصة وتسمى ناسخة. هذه الأفعال كما ذكرت كلها تدخل على الجملة الإسمية، فترفع المبتدأ ويسمى اسمها، وتنصب الخبر ويسمى خبرها. انتصار أكتوبر عظيم، هذه جملة إسمية دخلت عليه كان، كان انتصار أكتوبر عظيما، فجعلت الاسم مرفوع وجعلت الخبر منصوب. الأفعال الناسخة كان وأخواتها تنقسم في النحو العربي إلى ثلاثة أقسام. قسم يتصرف تصرف كامل، وقسم يتصرف تصرف ناقص، وقسم جامد لا يتصرف. كلمة يتصرف أي يأتي منه الماضي والمضارع والأمر. فتعوا معنا نتعرف على الأقسام الثلاثة. قسم يتصرف تصرفا كاملا أي يأتي منه كما ذكرت الماضي والمضارع والأمر، مثل الفعل كان، أصبح، أمسى، أضحى، ظل، بات، صار. هذه الأفعال متصرفة تصرف كامل. على سبيل المثال كان يأتي ماضي كان ومضارعه يكون وفي الأمر كن، إذن هو متصرف تصرف كامل. قسم آخر يتصرف تصرفا ناقصا، مثل الأربعة أفعال، ما زال، ما برح، ما فتئ، من فك. هذه الأفعال تدل على الاستمرار. هل تتصرف يا معلمة؟ نعم، لكن لا يأتي منها إلا المضارع، ويشترط لكي تعمل أن تسبق بأداة نفي. يعني هذه الأفعال الأربعة التي أمامي يشترط فيها أن تسبق بأداة نفي. أدوات النفي عندي مثلا ما، لا، لن، لم، لما. معي أمثلة. الأمل لا يزال في قلبي، وما فتئ الكسول جاهلا. نقوم بإعرابها. هذه ما مصدرية، فتئ فعل من أفعال كان وأخواتها ناقص، الكسول اسم ما فتئ مرفوع وعلامة رفعه الضمة، وجاهلا خبر ما فتئ منصوب وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة على آخره. إذن تنقسم كان وأخواتها من حيث التصرف إلى ثلاثة أقسام. القسم الأول يتصرف تصرف كامل أتى منه الماضي والمضارع والأمر. القسم الثاني يتصرف تصرفا ناقصا لا يأتي منها إلا المضارع. والآن نتعرف على القسم الأخير، القسم الثالث، قسم جامد لا يتصرف مطلقا، وهذا في فعلين فقط، الفعل ما دام والفعل ليس، فلا مضارع ولا أمر لهما. مرة أخرى، القسم الثالث وهو قسم جامد، ومعنى جامد أي لا يتصرف. هذا القسم لا يأتي إلا في صورة الماضي، أي لا يأتي منه مضارع ولا يأتي منه أمر، يحتوي على فعلين فقط، الفعل ما دام والفعل ليس، يأتيان في صيغة الماضي فقط.
إذن هذه كان وأخواتها من حيث التصرف والجمود. مثال: ما دام الحق واضحا فليس من العدل أن نخفيه. ما دام الحق واضحا، رفعت ونصبت الخبر، فليس من العدل أن نخفيه. رفعت اسمها ونصبت خبرها. صور اسم كان وأخواتها، هل له صور؟ نعم، يأتي في عدة صور. فقد يأتي اسم كان ظاهرا أمام عينك، مثل أصبحت الفتاة متفوقة. أصبح فعل ماض ناقص ناسخ مبني على الفتح، تاء التأنيس لا محل لها من الإعراب. الفتاة اسم أصبح مرفوع، ومتفوقة خبر أصبح. إذن هنا اسم أصبح أتى ظاهرا أمامك، الفتاة اسم ظاهر أمامك. قد يأتي ضميرا متصلا، كيف؟ في جملة كنت من المتفوقين. كنت، كن فعل ماض مبني على السكون لاتصاله بالتاء، تاء الفاعل، وهذه التاء ضمير متصل مبني في محل رفع اسم إن من حرف جر مبني لا محل له من الإعراب. المتفوقين اسم مجرور بمن وعلامة جره الياء لأنه جمع مذكر سالم، وشبه الجملة من الجار والمجرور في محل نصب خبر لكان. إذن أتى اسم كان هنا ضميرا متصلا، وهذه هي الصورة الثانية. نأتي إلى الصورة الثالثة، يأتي ضميرا مستترا، أي غير ظاهر. مستتر يعني غير ظاهر، خفي. العالم صار متصارعا، العالم صار متصارعا. نأتي إلى الجملة التي نريد إعرابها، صار متصارعا. أين اسم صار مستترا؟ تقديره هو، أي صار هو متصارعا، والخبر متصارعا خبر منصوب وعلامة نصبه الفتحة. يأتي أيضا على شكل ضمير منفصل، ما أصبح نادما إلا هو. أصل الجملة أصبح هو نادما، اسمها متأخر. إذن أتى اسم كان ضميرا منفصل، وأتى ضميرا مستترا، وأتى ضميرا متصلا، وأتى اسما ظاهرا. الصورة الأخيرة، يأتي مصدرا مؤول، كان واضحا أنك مجتهد. أصلها أنك، صار أنك مجتهد واضحا. فأنك مجتهد، هذا المصدر المؤول هو اسم لكان. هذه الصور تأتي في كان وأخواتها أسماء لها، اسم ظاهر، ضمير متصل، ضمير مستتر، ضمير منفصل، وأخيرا مصدر مؤول. نأتي أنواع الخبر فيها، كيف يأتي خبر كان وأخواتها؟ يأتي مفردا، يأتي جملة، ويأتي شبه جملة. كيف؟ نعم، لأن في الأساس خبر كان، كان في جملة اسمية، والجملة الاسمية خبرها مفرد وجملة وشبه جملة. فكذا الأمر في أنواع خبر كان، الخبر فيها مفرد وجملة وشبه جملة. فيأتي مفرد، أي كلمة واحدة، ليس جملة ولا شبه جملة، بغض النظر عن هذه الكلمة ربما تكون مفرد أو مثنى أو جمع. ليس المتواضع، ليس التواضع ضعفا. ليس فعل ماض جامد ناقص ناسخ مبني على الفتح. التواضع اسم ليس مرفوع، ضعفا خبر منصوب وعلامة نصبه الفتحة. يأتي خبر كان جملة، والجملة في اللغة العربية إما اسمية أو فعلية، مثل ظل المعلم شرحه ممتع. ظل فعل ماض ناقص ناسخ مبني على الفتحة، المعلم اسم ظل مرفوع وعلامة رفعه الضمة، شرحه مبتدأ. أحسنتم، في هذه جملة اسمية، شرحه ممتع جملة اسمية تتكون من مبتدأ مرفوع
وهذه الهاء ضمير متصل مبني في محل جر مضاف إليه. ممتع خبر للمبتدأ مرفوع وعلامة رفعه الضمة. طب يا معلمة ذكرتي أن هذا اسم ظلة وهذا مبتدأ وهذا خبر، أين خبر ظلة؟ الجملة الإسمية من المبتدأ والخبر في محل نصب خبر ظلة. مثال آخر، أمست البنت تذاكر، أين خبر أمست تذاكر؟ طب اعربها تفصيليا، تذاكر فعل مضارع مرفوع علامة رفعه الضمة، الفاعل ضمير مستتر تقديره هي، والجملة الفعلية في محل نصب خبر أمست. أحسنتم. النوع الأخير خبر شبه الجملة، وشبه الجملة إما أن يكون جر ومجرور أو أن يكون ظرف، والظرف إما ظرف زمان أو ظرف مكان. أحسنتم. نأتي على سبيل المثال، ما زالت فلسطين تحت الاحتلال. طبعا فلسطين اسم ما زالت، أين الخبر؟ تحت. شبه الجملة تحت في محل نصب خبر ما زالت، طبعا الاحتلال مضاف إليه، بعد الظروف مضاف إليه. مثال آخر، كان الطالب في المدرسة. طبعا الطالب هو اسم اللي كان مرفوع، أين الخبر؟ في المدرسة، في حرف جر مبني على السكون لا محل له من الإعراب. المدرسة اسم مجرور بفي وعلامة جره الكسرة، وشبه الجملة من الجار والمجرور في محل نصب خبر كان. تذكر دائما أن خبر كان دائما منصوب، فإذا أتى مفردا صار منصوبا، وإذا أتى جملة أو شبه جملة يكون في محل نصب. ننتقل إلى نقطة أخرى، ما ينطبق على المبتدأ والخبر ينطبق على كان وأخواتها، لأن في الأصل أن المبتدأ والخبر جملة اسمية، وكان وأخواتها لا تدخل إلا على الجملة الاسمية. ما الذي ينطبق؟ ينطبق عليها التأخير والتقديم، لأنها في الأصل مكونة من مبتدأ وخبر، أي كي يعني يمكن أن يتقدم اسم كان على كان. ملحوظة هامة جدا، تحذف كان مع اسمها ويبقى الخبر، ولا يعوض عن كان ولا يعوض عن الاسم. يعني يا معلمة تأتي جملة لا توجد فيها كان ولا اسمها ويأتي خبرها؟ نعم، ولا يعوض عن كان أو أخواتها ولا يعوض عن الاسم. نعم لا يعوض عنها، بس متى؟ في حالتين، إذا أتى بعد لو أو إن، وإن أو لو الشرطيتين. فعلى سبيل المثال انظر معي، الناس مجزيون بأعمالهم، إن خيرا فخير وإن شرا فشر. أصل الجملة إن كان عملهم خيرا فجزاؤهم خير، وإن كان عملهم شرا فجزاؤهم شر. فعندي كان عملهم الفعل والاسم محذوفين وغير معوض عنهم، لا يوجد تعويض لهم، فجزاؤهم خير موجودة، إن خيرا فخير وإن شرا فشر، فحذفت كان واسمها ولم يعوض عنهم. في الجملة الأخرى، وإن شرا فشر، ما الأصل فيها؟ الأصل فيها إن كان عملهم شرا فجزاؤهم شر. هل كان عملهم الفعل والاسم موجودين غير موجودين؟ طب هل عوض عنهم؟ لم يعوض عنهم. هذا إن أتى بعد إن الشرطية. ماذا أتى بعد لو؟ تقبل النصح ولو مرا، تقبل النصح ولو مرا. ولو مرا، ما أعرب مرا هنا؟ خبر منصوب، خبر منصوب. طب أين أصلا الفعل وأين اسمه؟ أصل الجملة لو كان مرا، فكان غير موجودة واسمها مستتر تقديره هو غير موجود، إذا تحذف كان مع اسمها ويبقى الخبر ولا يعوض، وهذا بعد إن ولو الشرطيتين.
يسبق اسم كان بحرف الجر الزائد، مثل ما كان عليك من واجب. كيف نقوم بالإعراب ما كان عليك من واجب؟ نقوم بإعرابها على أنه اسم كان مرفوع محلا، أحسنتم، مجرور لفظا، أو اسم كان مرفوع بالضمة المقدرة. إذن سبق بحرف جر، يعني هنا مسبوق بحرف جر، ولكن حرف الجر جعله مجرور في المحل، ولكن لفظه منصوب. إذن مرفوع محلا ومجرور لفظا. قد يسبق خبر ليس بحرف جر زائد، على سبيل المثال لست بغاضب منك، فهنا الخبر مجرور لفظا ومرفوع محلا، وهذا الخبر سبق بحرف جر أيضا، ولكن هذا حرف جر يسمى حرف جر زائد. قمنا بإعرابه على قبل ليس كما ذكرت، منصوب محلا ومجرور لفظا، أو اسم كان منصوب بالفتحة المقدرة. طيب ما نوع الخبر هنا؟ هل أقول عنه أنه خبر شبه جملة؟ لا، ليس خبر شبه جملة، لأن هذا الحرف هو حرف جر زائد. أستطيع أن أقول لست غاضب منك، فما اختل المعنى، لكن في جملة مثلا كان الطالب في المدرسة، احذف حرف الجر، كان الطالب المدرسة، اختل المعنى تماما في حذف حرف الجر، ولكن هنا إذا حذفته لا يؤثر في المعنى، لست غاضب منك ما أثر في المعنى، إذن هو حرف جر زائد، ويحتسب هذا الخبر على أنه خبر مفرد، لأن حرف الجر إذا حذف ما أثر في المعنى. معي أخيرا، من الخطأ أن نقول لا زال، إذا ماذا أقول عنها يا معلمة؟ الأصح ما زال. لماذا؟ لأن لا تدخل على الماضي فقط، لا تدخل على المضارع، إذن من الخطأ أن أقول لا زال، والأصح أن أقول ما زال. إذن أبنائي الأعزاء، كما أخذنا اليوم كان ناقصة تفصيليا، إن شاء الله تعالى أكمل معكم في حلقة قادمة وفي درس قادم كان التامة، ولكن أريد منكم أن تتذكروا جيدا كان وأخواتها الناقصة تفصيليا، ما هم الأفعال، وهذه الأفعال التي تنقسم إلى ثلاثة أقسام، منها المتصرف تصرف كامل، والمتصرف تصرف ناقص، ومنها الأفعال الجامدة. تذكروا دائما أن كان وأخواتها في اسمها يأتي متصلا وظاهرا، ويأتي مستترا، ويأتي مصدر مؤول. تذكروا دائما أن كان وأخواتها يعني تتعامل معاملة الجملة الاسمية، فقد يحدث تأخير وقد يحدث تأخير. تذكروا دائما أن خبر كان وأخواتها قد يسبق بحرف جر، ويكون منصوب لفظا ومرفوع ومجرور محلا. تذكروا هذه المعلومات دائما. أسأل الله عز وجل لكم السداد والتوفيق، دمتم في خير، ودمتم إن شاء الله تعالى في ذكر دائم لله عز وجل. طبتم وطاب يومكم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.